قصة وعبرة مع حسن شاهين. أحبابي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ومرحبا في هذه الحلقة التي أتمنى أن تكون خفيفة على القلوب وجميلة وممتعة من برنامج أردت أن أسميه قصة وعبرة. أتمنى يعني أن تكون هذه القصص وهذه العبر خفيفة على القلوب، ممتعة وتسري في النفوس، ونخرج بالفائدة إخوتي في كل مكان. قصة اليوم هي جزء من حديث طويل مروي في صحيح البخاري، أقسم إلى ثلاث أقسام في ثلاث حلقات. هو يسمى عموما قصة أصحاب الغار، قصة أصحاب الغار. والحديث بسرعة كده أروي لكم، هو في البخاري النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كان ثلاثة نفر في من قبلكم في سفر، فآواهم المطر إلى المبيت في غار، نزل عليهم مطر شديد فاضطروا يباتوا في غار في جبل، فدخلوا فاشتد المطر زيادة، فنزلت صخرة فسدت عليهم الغار، غار الجبل، فجلسوا محتارين والخوف يهجم عليهم من كل مكان والحيرة تحيط بهم، ماذا نفعل وكيف نصنع وكيف المخرج من هذه الورطة الكبيرة؟ قال أحدهم: لا يخرجكم من هذا المأزق الكبير وأنتم في داخل الغار وصخرة كبيرة قد سدت عليكم الغار إلا الالتجاء إلى الله الملك الديان، وهو الذي نلجأ إليه إخوتي في كل لحظة وكل حين، ندعوه بأفضل ما عملنا من أعمال صالحة، يقول لهم الرجل. فاتفقوا على ذلك وقرروا أن يعلنوا أعمالهم أمام بعضهم البعض الثلاثة، فقام أول واحد فيهم وقال يعني يدعو الله بأكثر عمل يرجوه، قال: كان لي أب وأم أنا بار بهم أشد البر، ولا يمكن إني أنا أفضل عليهم زوجة ولا أولاد، لا يمكن أن أفضل على أمي وأبي زوجة ولا أولاد. وكان لي غنم فكنت أذهب بالغنم يرعاهم، حتى إذا أتى آخر النهار حلب الغنم وأخرج الحليب الرائع الجميل الدافئ ووضعه في إناء، ثم ذهب به إلى الأب والأم وسقاهم من ذلك الحليب، وكان هذا ديدنه في كل يوم. في يوم من الأيام يقول: نأى بي طلب المرعى، يعني ابتعدت في رعي الغنم بعيد عن المنطقة اللي هم عايشين فيها والمخيم اللي هم كانوا مخيمين فيه، فلما رجعت وجدت أن أبي وأمي قد ناما، ناموا من قبل لا يشربوا الحليب اللي كانوا متعودين ياخدوا من يد ولدهم. قال: فحلبت الحليب من الغنم وحملته في إناء وجلست عند أبي وأمي واقفا لا أتحرك، والأولاد حولي يتصارخون جوعا، لأنه هو كان أول كلما يسقي الأب والأم بعد ذلك يبدأ في أن يسقي الأولاد والزوجة. قال: وأبنائي يصطرخون حولي وأنا أقسم لا يمكن أن يشرب من هذا الحليب أحد قبل أمي وأبي، أمي وأبي. شوف الكلمة ما أحلاها، كالموسيقى، كالموسيقى التي تستمع إليها وتتمتع بها في ألف ألف إف إم. لا يمكن أن يشرب أحد قبل أمي وأبي، حتى إذا أتى النهار واستيقظ الأب والأم سقاهم من ذلك الحليب وشربوا، ثم بعد ذلك تحول إلى أولاده وبناته والأطفال الصغار فسقاهم من ذلك الحليب، ثم قال: يا الله، إن كنت فعلت ذلك من أجلك يا الله فافرج عنا هذه الصخرة. فانفرجت الصخرة بمسافة لا تسمح لهم بالخروج، ولكنها مسافة بسيطة، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم: بقي اثنان منكم، نريد أن نسمع التجاءهم ودعاءهم وبكاءهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. فائدة عظيمة جدا من هذه القصة، لأنه نحن البرنامج اسمه قصة وعبرة. الفائدة: حبيبي، صديقي، عزيزي
أختي أختي العزيزة، الأب والأم لا نقدم عليهم أولاد، ولا نقدم عليهم أزواج، ولا نقدم عليهم زوجات. يا عزيزي، يا من قدمت زوجتك على أمك، زوجتك على أمك. صح، الزوجة جزء من القلب وهي نصف الروح، والحبيبة والعزيزة والأنيسة والمؤنسة وكل شيء في حياتنا زوجاتنا، ولكن معلش حينما يأتي المقارنة أقول له لها لزوجتي: أنت حبي ولكن هنالك حب الأول، أنت روحي ولكن هنالك غذاء روحي، أنت عيوني ولكن هنالك نور عيوني. الأم، فإياك إياك إنك تخلي هنالك أي درجة للزوجة قبل الأم. أتمنى لكم السعادة والتوفيق والهناء في طاعة الوالدين وبر الوالدين وحب الوالدين، وإلى لقاء آخر وإلى قصة أخرى وإلى تكملة لهذا الحديث أصحاب الغار، نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.